هل يجوز أن أقبل رأس والد زوجي أم أكتفي بمصافحته باليد فقط؟ وكذلك هل يجوز أن ألبس الكم القصير أمامه؟ وهل يجوز أن أكشف شعر رأسي أمامه أم يجب أن أغطيه؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز لك أن تقبلي رأس أبي زوجك لأنه من محارمك، فيجوز أن تقبلي رأسه وأن تصافحيه أيضا لأنه ليس في هذا محذور، إلا إذا خشي فتنة بالمصافحة، فإنه لا تجوز المصافحة في المرأة على الرجل ولو كان من محارمها غير زوجها، إذا كان في هذا فتنة، وكما ذكرنا أبو الزوج هو من المحارم، فتعامله معاملة المحارم، وتكشف عنده ما جرت العادة بتشفيه، تكشف رأسها ووجهها وكفيها عنده وقدميها، لأن هذه أمور جرت العادة بكشفها عند المحارم، أما الكم القصير وكشف الذراع أو العضد فهذا أمر لا يجوز إلا عند الزوج. جزاكم الله خيرا. لعل فيه فتنة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لأولاد الزوج من امرأة أخرى، كيف تتصرف امرأة أبيهم أمامهم؟ نعم، تتصرف أمامهم كتصرفها مع محارمها لأنهم من محارمها، لقوله تعالى: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فأولاد زوجها من زوجة أخرى أو من زوجات أخرى يعتبرون من محارمها، تكشف لهم ما جرت العادة بكشفه وتعاملهم معاملة المحارم. بارك الله فيكم.